مس وورد تقول: عجزت أعرف الجرح اللي يخليني مدمنة على فكرة أني جميلة ومهمة، والشخص اللي معجبة اللي معجب بي ينظر لي بإعجاب، وكل شيء أسويه أتخيله ينظر لي ومعجب بي أريده يطلع من رأسي. يا حبيبة قلبي قاعدة أتخيل يعني الأحداث، تقفين قدام مراية تحطين روج وين بعدين تتخيلين هذيك النظرة، تضبطين شعرك شوي بعدين تتخيلين. هو في الغالب أنه أنت ما حصلتي الاهتمام الكافي، ما صفقوا لك بالقدر الكافي، ما أعطوك تشك ونجوم في القدر الكافي، بالتالي قاعدة أنت كأنك تشحتينه من برا. وأقرب شخص هو أنه هو ممكن يعطيك ممكن هذا الشخص المحب أو المعجب، أو وممكن بكرة ما يكون هو، تقلبين الصفحة ويجي واحد ثاني، تقلبين فتستمر القصة هذه جوا رأسك، إنه أنت منتظرة أحد من برا يقولك أنت جميلة، برافو أنت ممتاز، أنت جميلة. طبعا بإمكانك أنك أنت تحلين هذه القصة، تنظفين الطفولة وتشتغلين على حديثك الداخلي مع نفسك، مرة مهم حديثك الداخلي مع نفسك، لأنه بدال ما أنت واقفة في قدام المراية وقاعد تحطين روج وقلت الله الروج حلو علي، تسوين كذا قلبة للموضوع وتتخيلين هو يشوفك وهو اللي يقول الله الروج حلو. لا، خلينا في البارت الأول، تعليقي أنا هو المهم، رأيي وجهة نظري الآن أنا في نفسي، الكلام اللي أقول لنفسي هي المهمة، just stop هنا بس، ما يحتاج أكمل أنا وأروح للشخص الآخر. حوار حبيبتي تقول: عندي 50 قصة من الطفولة وعاني من أحلام اليقظة، عقلي صنع هذا ليحميني لكنه أذاني، تعلقت بمشهور لا يعرفني، كان هو الشيء الوحيد المطمئن بحياتي، وهذا المشهور سوف يتزوج وأنا بصدمة. حبيبتي، حبيبة قلبي، حبيبة قلبي، كثير كثير يعني هالقصص هذه. تدري وش الشيء الحلو؟ انه انت عارفة، حلو انه انت عارفة، يعني الحين تلقين لك بزر تلاحق مشهور وتبني خيالات مع شخص مشهور وقصص وكذا، بس ما هي عارفة ليش. الشيء اللي عجبني في قصتك انه انت عارفة شلون بدأت القصة، عارفة انه في 50 قصة ادت الى اني انا اعيش احلام اليقظة، ادت الى اني اصنع قصة مع هذا المشهور هو ما يدري عني اصلا ولا جاب خبري. المشكلة انه الان القصة الخيالية راح تتدمر لانه بيتزوج، فبالتالي القصة الخيالية اللي انت تخيلتيها برضو ما عادت تشتغل. واعتقد انه جيد، يمكن انت الان جاهزة انك انت خلاص تفركشين كل القصص الخيالية اللي انت تعلقتي فيها بمستوى اللاوعي، كونك انك انت وصلت لهذا الوعي انه تعرفين انه 50 قصة هي اللي صاغت كل هالقصص، معناها انت على درجة من الاستعداد انك انت تبدأين تشتغلين على هذه 50 قصة، تبدأين تنظفين، تبدأين تاخذين خطوة حقيقية تجاه نفسك. حان الوقت انك انت تاخذين خطوة حقيقية، واعتقد انك جاهزة، واعتقد انك تقدرين، ويعني عندك القوة الكافية انك انت تحلين هذا الموضوع. نواف يقول: هل مدى انسجام طفلي الداخلي مع حيوان او لعبة يدل على انه تم اغلاق ملفات صدمات الماضي؟ خليني ابغى اقول لك انه الناس الان تلعب وهي كبيرة وهي صغيرة، وصار اللعب الان بزنس كبير، صارت فكرة اللعب فكرة يعني جزء من جودة الحياة اللي وصلنا لها، من التطور، من الرفاهية اللي وصل لها البشر، انه اللعب صار شيء يعني حاضر جدا في حياتنا. فاغلب البيوت عندها ادوات للعب، يلعبون سواء مروا بجرح، سواء في جرح طفولة، سواء مروا بطفولة سيئة او لا. لكن خلنا نقول مثلا اذا في شخص يلعب لعبة طفولة، إذا هو يلعب لعبة الطفولة، درجة علاقتك أو قبولك لهذه اللعبة قد يدل على أنه نعم أنت متصالح
مع قصة الطفولة والنهاية يعني انتهت بطريقة إيجابية. لكن ما أقدر أجزم، وأيضا أثناء رحلة التشافي وجود ألعاب الطفولة مهمة أثناء رحلة التشافي، لكن ما أقدر أقول إنه أنا ألعب هذه اللعبة معناها أنا أغلقت ملفات الطفولة وكل شيء تمام وكل شيء راح. ما أقدر أخذ هذا الحكم. ليش التعليقات مقفلة؟ التعليقات مو مقفلة، بس لازم تسوين فولو. بكاء أثناء التنظيف طبيعي؟ طبيعي. حبيبتي عندي بهاق من الطفولة في نصف وجهي وأحس أني عايشة بألم بسبب هالشيء، كيف أنظف وكيف أبدأ؟ حبيبتي ابدأي بالوعي الطفولي، هذه البداية، وخذي معها التنفس في نفس الوقت، خليهم يشتغلون مع بعض. كونك بنت والموضوع في وجهك قد يكون في كثير من العار، قد يكون تأثرت ثقتك بنفسك، لكن تأكدي إن كل هذا ممكن يروح. كل الشعور الغير جيد تجاه وجهك، تجاه القصة اللي تعيشتيها، تجاه أيضا الأشياء اللي لحقت في هذه القصة، قد تكون تعليقات سلبية، قد تكون مواقف سيئة، كلها ممكن تروح. ممكن تروح تنسين يوم من الأيام إنه أنت تعرضت لهذا الألم في الطفولة. حبيبتي الله يقويك. رنا حبيبتي تقول ماذا تقصدين بحين يكون استحقاقك مرتبط بدرجة الأنف فسوف ترفض التنظيف؟ أوكي، بعض الأحيان إحنا عندنا سيستم يدعو إلى الألم، عندنا نظام يدعو إلى الألم، يقولك أنت اتعب الآن عشان تستفيد بكرة، مثل هذه الحكم أو القصص اللي تكرر طوال الوقت، فيحس الشخص أنه هو استحق هذا المنصب لأنه هو تألم، أو استحق هذه الجائزة، أو استحق هذا المال لأنه هو ألم أكثر، فبالتالي لازم أنه يحصل على هذا الشيء. وهذه ورطة، هذا معتقد أنت تتورط فيه، فيكون درجة استحقاقك مرتبطة بدرجة، فكل ما حسيت أنه أوه أنا تألمت كثير فلازم أخذ كثير، أنا تألمت في طفولتي كثير 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 فلازم أخذ كثير. تي لما أقولك بطلها، اترك طفولتك، نظف الموضوع، أقولك ها أنظف الألم هذا اللي أعطاني هذا الحق، اللي أعطاني هذا الاستحقاق فإني أحصل على كذا وكذا وكذا، لا ما أقدر، أنا ما أبغى أنظف، لأن هذا الألم حقي، تالي هو اللي وصلني إني أستحق لكذا وكذا وكذا. سامية حبيبتي تقول من حطيت النية حصلت خلافات كثيرة لأهلي، هل هذا انعكاس التنظيف لهم ولا لك أنت معاهم؟ في فرق، إذا أنت معاهم نعم في 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 جانب، معناها أنت قد تحتاجين أنك تتذكرين بعض الأشياء اللي ناسيتها أو بعض الأشياء اللي أنت متجاهلة لها. إذا هم حصلت لهم مشاكل مع أحد ما لك دخل، مدام الموضوع ما وصل لك ما لك دخل. أيضا ظهر قريب مريض روحيا علينا معالجته، إيش المطلوب مني وهل في رسالة؟ عموما لما يظهر حولك شخص مريض، أول سؤال تسأل نفسك هل عندي القدرة على إعطاء الشفاء؟ هذا مهم. أي مريض، مريض روحي، مريض مادي، مريض فكري، مريض مشاعر، هل عندي القدرة على تقديم التشافي؟ في الغالب إذا أنت تحمل هذه الروح وتحمل هذه الرسالة، راح يتجلى أشخاص مرة بعد مرة يحتاجون التشافي منك، وراح الظروف تحطك في موقف أنك أنت تقدم هذا التشافي، تقدم، تعطي حتى تساعدهم أنهم يتشافون. ذلك إذا عندك هذه الطاقة قدميها. تقريبا عندي كل المشاعر السلبية بالطفولة، وأحس بالرغبة بترك أهلي، رافض الناس والزواج قبل ما أنظف كل شيء. مارلين أنا معك في القرار أنه أنت قبل ما تتزوجين تنظفين، أو قبل ما يمكن تبدأين صفحة جديدة من الصداقات والعلاقات أنك أنت تنظفين.
لكن في نفس الوقت ما أبغى أنه التنظيف يعطل حياتك، بمعنى أنه خذي الموضوع جد، ابدأي خلال شهر راح تكوني انتقلتي لمرحلة أخرى. ما المفروض نقول أوكي بنظف لحظة ما أعرف إيه، وتقعدين يعني 3 شهور تفكرين وش الأداة اللي بتستخدمينها للتنظيف. أنا مو مع هذا، أنا مع إتس أوكي اختاري حتى الأداة الغير مناسبة، المهم ابدأي. لأنه حتى الأداة الغير مناسبة تسوي شيء وتوديك للدايركشن الصحيح. يعني لما مثلا أنا أستخدم هذه الأداة وما اشتغلت معي بطريقة مثالية، اشتغلت 50-50، فمعنى أوكي أنا عرفت معناها المرة الجاية راح أختار أحسن. ما تقدر تعرف الأداة وانت ما جربت أبدا، ما تقدر تعرف شو الطريقة الأنسب لك في التنظيف إذا أنت ما جربت، تحتاج أنك تجرب. فلا تضيع الوقت وانت تقول ببدأ ما راح أبدأ وش الطريق وش الخير وش كذا، اختار على طول وابدأ. لأنه برضو كل ما كان عندك خبرة في التنظيف وأدوات مختلفة في التنظيف، كل ما استطعت حتى في المستقبل تتعامل مع الأحداث في حياتك بطريقة مختلفة. تقدر هذا تسوي فيه كذا، هذا تسوي فيه كذا، هذا تتعامل معه بكذا، هذا تتعامل معه بكذا. البداية مهمة عشان ما نعطل حياتنا. سرعة البداية مهمة.